يا ترى مين اللي ورا قتل المأمورة؟ ايه ده انا كنت فاكره ان انت ورا الموضوع ده علشان تنتقمي منها. بصي انا صحيح قرفانه من اللي خلفوها، بس اقسم بالله ما ليا دعوه بالموضوع ده. بصي يا تفيده، بصراحه انا كنت فاكره ان الواد زكي اخوكي هو اللي ورا الحوار ده كله. اه زكي، هو زكي ده يعرف يقتل الفرخه؟ ده اخيب من الخيبه. والله امال مين اللي ورا الحوار؟ طيب الله اعلم، ما هو زي المأمورة دي هتلاقي اعدائها كتير من اللي بتعمله في خلق الله. اه بس الحمد لله ان هما ما اتهموش حد فينا، كنا روحنا في ابو نكله. يا ما حمامي ولا ويا حمام الولد عادي. وطنط عامله ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ اهو الحمد لله احسن كتير، هتخرج بكره ولا بعده ان شاء الله. قولي لي، هي عرفت موضوع شرف ولا لسه؟ اسكتي بالنبي يا طنط انتصار، انا قلقانه قوي، مش عارفه ماما لو عرفت ممكن تعمل ايه. هتعمل ايه يعني؟ هيبقى امر واقع وهتستقبله بصدر رحب، وخصوصا ان محمود انقذ حياتها. طب بقول لك ايه، ما تيجي نعمل زي محمود وشرف ما عملوا. يا سلام، ده انتوا تبقوا جدعان بصحيح. اخس عليك يا عمرو، بقى عايز نسيب ماما في الظروف دي لوحدها؟ ده حتى امانه وكريم مسافرين. انا بصراحه بقى عداله بدات اخاف. ايه تخاف دي؟ تخاف من مين؟ من ماما يعني؟ لا طبعا، بس عارفه بحاول اجمع شويه حاجات كده مع بعض، حاسس ان في حد بيراقب العيله دي كلها. انت ناسي اللي حصل يوم فرحنا؟ وشمعنا احنا يعني اللي امهاتنا تعرضوا لمحاولات قتل؟ ولا اللي حصل للست ام كريم دي يعني كانت هتروح في الرجلين؟ تصدق انا لسه قايله الكلام ده نور النهارده في المستشفى. هو مفيش غير نبويه زفت التمساح. وايه علاقه نبويه تمساح بنور؟ لا الموضوع اكبر من كده، هو في سر وانا لازم اعرفه. بلاش ده. نورتي البيت يا ماما. منور بيكي يا حبيبتي. اه يا بيتي يا حبيبي كنتش مصدقه اني هاجي. الحمد لله، الف سلامه عليكي. ايه كتفي يا بنتي، كتفي وانا طالع لي وحمه؟ دي رصاصه يا ماما، رصاصه. معلش يا ماما. الحمد لله على السلامه. الله يخليك، الف سلامه. في ايه انتوا مش مصدقين يعني ايه كل الطبطبه على الكتف ده؟ معلش يا ماما، انا اسفه. ماما بصي بقى يا ماما، انا عايزاكي تقعدي في البيت وتستريحي، ما تعمليش اي حاجه، وانا وشرف هنشتغل خدامين تحت رجلي. اقعد ليه؟ ما انا زي الفل اهو. ليه؟ عشان حته رصاصه؟ انا ما يقعدنيش غير دانه مدفع، ولعلمكم انا نازله الشغل من بكره. شغل ايه اللي حضرتك هتنزليه من بكره؟ ازاي يا ماما والدكتور قالك تستريحي في البيت؟ يقول اللي يقول. الله، ده بيعمل من الحبه قب. انا كل يوم بتضرب بالرصاص، عارفين التشوهات اللي في جسمي دي من الرصاص؟ لعلمكم انا ما بحبش الراحه، انا لو استريحت اتعب والله. الحقوني. هنشار عليك يا ماما. رجلي ولا كتفي؟ يعني على كتفي، يعني يا بنتي يا حبيبتي، يا الحنيه ما بتجيش غير على الكتف ده. انا اسفه. ابعدي من قدامي، واخده الغباوه من جوزك. ريسبشن بيه. هو فين ريسبشن؟ مش باين يعني. حماتك خرجت من المستشفى. شرف وعدلة راحوا عشان يجيبوها النهاردة. يجيبوها على نقالة يا قادر يا كريم. بقولك ايه يا عمورة، مش ملاحظ يعني ان في حاجة غريبة كده بين ابوك وبين حماتك؟ قصدك ايه يا ماما؟ قصدي ايه، هو انت ملاحظتش ان وقت الحادثة كانت قاعدة عنده في الفندق؟ اه صحيح. طب انتي ما سالتوش كانت عنده بتعمل ايه؟ هما اللي بيروحوا الفنادق بيعملوا ايه؟ ما اعرفش يا حبيبي، بس انا حاولت اجرجره في الكلام، ما ادانيش عقد نافع. اصل هيكون بينهم ايه يعني يا ماما؟ بينهم ايه؟ انا ما اعرفش حبيبي، انا ست شريفه، انا ست محترمه، انا بتاعت شغله، بس هعرف منين؟ انا موضوع انها تروح تفتتح مصنع الميه ده فوتته بدماغي، كبرتي يعني. لكن انا اكتشفت بعد كده ان هما بيتقابلوا. تصدقي عندك حق، بس انا اللي ما كنتش مركز في القصه دي قبل كده. بص يا عمري يا حبيبي، انا عايزاك تركز في الموضوع ده جامد جدا، وتقعد مع ابوك وتدحلبه في الكلام، ما تخليهوش يكروتك. لازم تعرف ايه الحكايه وتيجي تقول لمامتك على طول، فاهم؟ مش عايز اكل خلاص. كتفي رجع يوجعني تاني كده يا شرف. عايزه تسيب امك وهي عيانه. الف سلامه عليك يا ماما. اسيبك ده ايه بس،
حضرتك بس عارفة إن اللي حصل بيني وبين محمود بقى صعب قوي، وبقى مستحيل نعرف نعيش مع حضرتك هنا. يعني تسيب أمك كده وتترمي في حضن سعاد؟ سعاد إيه بس اللي هترمي في حضنها دي يا ماما؟ أنا راح أعيش مع جوزي. وجوزك عايش فين؟ في الهوى يعني؟ ما عايش مع عمه. يا ماما ده وضع مؤقت بس لحد ما نجهز بيتنا. يا بنتي دي حركات، ده هيقولولك كده وفي الاخر هتلاقي نفسك قاعدة مع سعاد، وشوفي بقى سعاد هتعمل فيك ايه. اللي حضرتك بتقوليه ده بس يا ماما، دي ست مجرمة انا عارفاها. مجرمة ده ايه يا ماما؟ يا ماما انسي السجن اللي انت عايشة فيه ده، قصدي اللي بتشتغلي فيه، وما تنسيش برضو ان دي حماتي. اي اي كتفي، وبتقوليها في وشي وبتخبطيني في كتفي. اي كتفي ايه يا ماما؟ ده كتفك التاني بيسمع. هو بيسمع يا اختي، بيسمع في كل جسمي. طيب والله. طيب يا ماما قولي لي ايه الحل؟ عايزه نخرب بيتي ولا اتطلق؟ لا ما تتطلقيش دلوقتي، لسه بدري. شرف هقول لك على حاجه، اعملي اللي انت عايزاه، بس خليكي فاكره وربنا شاهد عليا ان انا قلت لك بلاش تعيشي عندها، ويا رب كدب ظني يا رب. فاكره الست اللي جات لحضرتك من فتره؟ ست مين اللي كانت عايزه حضرتك في مساله حياه او موت؟ دي فين دي؟ واقفه بره. دخليها بسرعه وما تدخليش حد علينا، وانت اولهم. يا صباح الخير يا ست الكل. يا صباح الفل والورد، ازيك؟ انت كنت فين؟ تعالي تعالي، ايه اخبارك؟ الحمد لله كله كويسة؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي على كل المعلومات اللي انت اديتيها لي المره اللي فاتت. بس يا خساره يا ست الكل، كان نفسي يتقبض عليه. ياه، ده انت باين عليكي شايله منه قوي. وما شلش منه ليه؟ ده خد مني كل حاجه، حالي ومالي واحلى سنين في عمري، وفي الاخر رماني وراح اتجوز عليا. معلش يا حبيبتي، كله يتعود ان شاء الله. قولي هو فيه جديد؟ اكيد طبعا. خير؟ مش جالي تاني وكان عايز يرد لي عصمته؟ قال ايه؟ عايزني اكتب له البيت اللي فاضل لي من الدنيا باسمه، بس انا طبعا ما رضيتش وقلت له يستحيل ارجع لك بيا بعد ما غدرت بيا. ايوه تعالي بقى، تعالي اقعدي اقعدي كده، ريحي جدك كده ونتكلم على رواقه. اتفضلي اتفضلي. حاضر. هو رجع من امتى؟ من يومين بس يا ست الكل. وما بيجيليش غير في عز الليل، وقال ايه كمان متنكر. طب وايه بقى الجديد عنده؟ عرفتلك منه عمليه هيقوم بيها هو وحبيبه قلبك نبويه التمساح. وانت يعني ازاي قالك؟ لا هو طبعا ما قاليش، اصله بعيد عنك وعن السمعين غبي شويه. جات له مكالمه من راجل، وصوت الراجل ده كان عالي قوي، وانا سمعته وهو بغباوته افتكر ان انا ما سمعتوش. وانتي بذكاوتك ايه بقى العمليه امتى ان شاء الله؟ هقولك على كل حاجه. قولي قولي يا غاليه، قولي يا زكيه. الحمد لله على السلامه يا فندم، نورت السجن. السجن كان ضلمه ضلمه من غيرك. ادينا بنرشد في الكهرباء. وحشتيني يا شهوار، بس انت عارفه السجن كان وحشني جدا، ريحه الزنازين كانت وحشاني. ده السجن بصي 1000 واط كهرباء، نور بوجودك والنبي ما تغيبي عننا تاني زياده الماموره. حاضر حاضر.